كما كتعرفوا بان ادرارسوس خاصه ادرارسوس كيتعرض لواحد الهجوم، يعني هجوم بنيوي بالدرجه الاولى. ان المؤسسات ديال الدوله لحد الان بدات كتقلب ان تقوم بالتهجير ديال السكان ديال المنطقه، على اساس تاره ان كتجيب الخنزير البري، تاره اخرى كتجيب الرعاة الرحال اللي كيمارسوا جميع انواع ديال الجرائم في المنطقه، بما في ذلك القتل الضرب الجرح الممنهج. يعني عصابات ما عندهم هويه، ما عندهم حتى شي حاجه. وشنا العديد ديال الملفات اللي مفتوحين في المحاكم ديال تارودانت اللي ربما غتبين الجسامه ديال هذه الاعتداءات. هادو اخر حاجه هو المنتزهات الطبيعيه اللي لحد الان ما عارفينش الناس هذه المنتزهات الطبيعيه اي مدخل، يعني من اي مدخل غيتم انشاء هذه الخريطه ديال المنتزهات الطبيعيه. كنعرفوا بان الملكيه تما اما ملكيه شخصيه ديال الناس، يعني ملكيه خاصه، ولا ملكيه جماعيه ملكيه القبائل. يعني كنعرفوا الاعراف ديال المنطقه، يعني هذه قبل حتى الدوله الحديثه، ان الارض القانون المنظم للارض في المنطقه هو العرف. العرف الناس عندها الحيازه ديال الاراضي ديالها، عندها المناطق الغابويه اللي هي املاك قبائل اللي كتستغلها بشكل جماعي. الدولة جات باش غادي دير واحد الخريطة ديال المنتزهات، الناس ما عارفينش لحد الآن شنو هو المدخل. يعني هاد الأراضي واش غادي تسيطر عليها الدولة وتبدا تكريها لمن بغات وتبدا تبيعها لمن بغات؟ يعني كاين غموض. بالتالي تيخص الدولة إلا بغات دير شي حاجة، بغات دير شي قانون، بغات تنظم شي حاجة، تيخصها تخرج قبل، يعني قبل ما تدخل في إطار التحديد وفي إطار هذا تريح مع الناس، تدخل في حوار، تبين لهم شنو المقصود من هاد القوانين هادو. انا داك ممكن انها دير داكشي اللي هو في مصلحه السكان، لان الا كنا كناديو بالتنميه، راه التنميه ماشي هذا هو التنميه، ماشي هذه هي التنميه. انك تجيب قانون، تجيب بلون، غتقول لهم هاد الارض هذه بغيتها، يعني على اي اساس وعلى اي مدخل؟ وحنا كنعرفوا بان الملكيه ديال المنطقه هي قبل حتى الدوله الحديثه ملكيه كانت كتنظم بالاعراف ديال المنطقه. هذا الشيء اللي غادي نقول، نتمنوا ان يكونوا حلول، يكونوا توضيحات في هذه الامور هذه من قبل وزير الفلاحه ولا حتى من قبل رئيس الحكومه. والناس راه رافضين بحال هذا النوع ديال المخططات، بحال هذا النوع ديال التدبير بشكل احادي، الناس كيرفضوه. إلا كانت الدولة غادي دير شي حاجة راه تيخصها تريح وتفهم الناس شنو كاين، ونعرفوا الإيجابيات والسلبيات ديال أي تدخل غادي يكون في المنطقة. نوشك هاد اختا وديان أفاد نسلك موال النخ، والنخ تنباط، والنخ الحكومة تمن البرلمانيات تمن ديال البلاص، زيود غار اللي إيكان اللي تجمع الميد في المسائل الساكنة الوطن كله، يعني المواطنين. غصاد نكنيلو شكاده فهاد انني اوهو يوتوكس وكاله داخ نري ونري داخ كيسنا كان النخ ونري داخ كيسنا كان لا جدود النخ لا غتفل مقار كله سكرنا اللي سكرنا يويند مثلا كلي سنتيني اعراب، يعني سيان الشكل اللي ورميارنا يدار نخ مشكايات اعراب نيت مازيرت دروس، ولكن قيد نكنير برا باش هذا غير كيسنا كان النخ يوين دي زلقاد كسناخ الغلات يوين الحلوف تنتا يكسخ نكرزي قران يكسخ نكرزي ترقة وخا غي كان لما غنوم زنكني خوكال غنوم زنكني خوكال في الاختي دلا جدود نخ تنكني اتي تنقل تروان 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 نخ باش حتى نتني قلت لها شكو يا اللي مثلا نغد يا النوم ديا مازين غريتيني نغدا عرابة نغدا مغربية ريتيني نموت على ولادي وبلادي لكني غير كان تنكني رن ما في مازيرة النخ لكني انتيني رن ترفض رفضا تاما المنتزه الطبيعي الاطلس الغربي. باش كاد غسادة انتي هو القران وزير الفلاحة اللي رانا يكسي يكالي ولي يتسوس ورجال ما تسكرني سوس فين فلاسنا رعمان فين فلاسنا بوغابة
الخنزير البري غير رانا عند سكن تقصير تهجير تقصيري المنتزه الطبيعي اللي سكن وزير الفلاحه ران كسن الحريه هي مزيغ نفس مزيغ تي مزار نسن ودش هاد غساد عرمتيني وهوي القرارات وزير الفلاحة وهوي إرقاز انتم غارين ويد مزينين ويد مقورين كل انتيني وهوي القرارات الوزير الفلاحة احنا جينا في هاد الوقفة احنا كندافعوا على الحقوق ديالنا وكندافعوا على المتطلبات ديالنا كأمازيغيين احنا رافضين هاد القرار اللي اتخذت الحكومة كل أمازيغيين وكل احنا كنا عرب كنا مسلمين وحنا هاد الارض ديال جدودنا ووالدينا احنا ما غاديش نفرطوا فيها وهاد القرار احنا رافضينه بالبت وكنطالبوا الحكومه باش تراجع على هاد القرار لانه قرار جائر وظالم ومن هذا المنبر كنشكر كل الناس اللي ساهموا في هذه الوقفه هذه وحنا ما غاديش نستسلموا وما غاديش نفرطوا في ارض والدينا وارض جدودنا. وما تنسوش تابوناو معنا فلاشين وتتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي.